Find the work done by the conservative force F equals 6i plus 3j minus 5k newton to move a 3 kilogram material mass from point A اللي هي 2 مع 1 لبوينت B اللي هي 4 مع 4. عندنا الفورس وعندنا الإزاحة، والشغل عبارة عن إيه؟ الورك عبارة عن الفورس ضد الدلتا R. الدلتا R عبارة عن RB ناقص RA، 4 مع 4 ناقص 2 مع 1 يديني الفرق 2 في الاي و3 في الجي. نعمل دوت برودكت، ادي الاف وادي الدلتا ار. 6 في 2 12، 3 تايمز 3 9، وهنا صفر لان مفيش كي هنا. ف 12 زائد 9 21 جول، يبقى الشغل المبذول 21 جول.